سنجي لآخر موضوع بالمحاضرة النظرية اللي هو الريجريشن. هو احنا قلنا نفس فكرة الكوريليشن، قلنا العلاقة بين تو فاريبلز، بس انه الفكرة انه نعطينا العلاقة بمعادلة رياضية هي ال y تساوي a زائد bx. هسه راح نشرح هاي المعادلة، وهي نفس الوقت احنا يعني ما مطلوب منا نطبقها، بس يعني قبل أن نبدأ بس ذكرت شغلة، إنه إحنا قلنا إنه هنا إحنا لازم نعين الديبندنت والإنديبندنت، وهنا الفرق الآخر إنه معادلة رياضية، فهاي الفروقات بينها وبين الكوريليشن. يقول هنا إنه هي it's another way to quantify the strength of association between two quantitative variables under the assumption of normal distribution. يعني هي راح يطلع لي العلاقة بين بين two variables، بس قايل لي dose response relationship. يعني شنو يعني علاقة لازم واحد يعتمد على الآخر. احنا قلنا بالcorrelation ما مطلوب منا انه نعرف منو الديبندنت منو الاندبندنت منو يأثر على منو. بعض الأحيان اصلا تكون العلاقة بالcorrelation ما حد معتمد على الآخر، يعني مثلا علاقة بان يعني blood pressure بال صيف بلاد بريشر بالشتاء، يعني ها مو يعني ما حد يعتمد على احد. ها نقدر نطلعها بالكوريليشن. اما هنا لا، لازم تكون العلاقه على اساس الدوز ريسبونس ريليشن شيب. يعني شلون انا عندي دواء الدوز مالته تسوي ريسبونس معين، يعني شيء يتاثر بشيء معناها، يعني معناها لازم تكون يعني هو يطلع لي اكو علاقه لو لا بين تو فاريبلز، بس لازم تكون هاي الفاريبلز واحده معتمده على الاخرى. هاي المعنى هنا وقلنا انه الاندبندنت فاريبل، يعني مثلا الويت والكوليسترول، الويت هو الاندبندنت والكوليسترول هو الديبندنت، فاحنا الويت بما انه هو اندبندنت فراح نحطه على الاكس اكسس، والكوليسترول بما انه هو ديبندنت نحطه على الواي اكسس. هاي المعادلة شنو الواي؟ الواي احنا قلنا هو الديبندنت فاريبل والاكس هو الاندبندنت. سوري خلينا نمسحها. قلنا الواي هو الديبندنت والاكس هو الاندبندنت. زين اما البي شنو والاي شنو؟ الاي هو يسموه الكونستانت او الانترسبت. الكونستانت او الانترسبت هي عبارة عن قيمة واي عندما يكون اكس صفر، قيمة واي عندما يكون اكس صفر. يعني ها منطقية انه من انا عندي الاكس صفر معناها بي في صفر صفر، فمعناها واي تساوي اي، فهي قيمة واي عندما تكون اكس صفر، والبي هو السلوب. البي هو السلوب. هسه خلينا نرسمها. هسه هذا اكس، هذا واي، وهذا اكس، هذا السلوب. تمام، هاي مال العلاقه مالتي. وين هذا السلوب راح يقطع واي؟ هنا راح تكون قيمه اي هاي، يعني على الواي اكسس هنا الاكس قيمتها صفر، والبي هاي الاي، والبي هو هذا السلوب، يعني اللي هو السلوب اللي يقيس لك مدى العلاقة بانه بين الواي والاكس. اما هذا نساء الفوائد الريكريشن احنا قلناها، ممكن يعني اذا يريد يجيبها ام سي كيو مثلا، انه هو راح يطلع لنا الريليشن شيب بتوين الفاريبلز، ويقدر اذا مثلا اني انطيك قيمة واي يطلع لي اكس، واذا انا انطيك قيمة اكس يطلع لي واي، وقلنا انه هو يطلع لي العلاقة بيناتهم. هذا الحكي يعني هذا مهم، بس شنو يعني هذا ما راح ينفهم اذا ما نشرح التاسكات، فاني هسه راح بس اشرح شوي على الاس بي اس اس اوتبوت بعدين. يعني هذا لا انتو يعني قروا احفظوه درخيا بال يعني بالمحاضرة، بس يعني هذا ما اقدر اشرحه اني هنش يعني بدون تاسكات.
فبس هو يعني على العموم يقول لنا اكو شيء اسمه power of prediction of the model اللي هي measured by r square اللي هي يسموها determination of determination coefficient او coefficient of the determination اللي هي السكوير مال الكوريليشن كوفيشنت. يعني هي هذا المعامل هو عبارة عن تربيع معامل الارتباط. هذا شو راح يقيس لنا؟ يقيس لنا مدى مثلا شقد نسبة الكوليسترول اللي تتغير اللي يأثر بيها الويت. هاي يعني قلت يعني هاد يعني تصير خريطة إذا بدون تاسكات فراح أعوف هسه، بس يعني لازم تحفظوها خاصة هذا النقطتين حال مهمات. يعني أنا هسه راح أقولها بس يعني ما راح تفهموها بس لازم تحفظوها. إنه يقول لي إنه ماني من significant of b beta أو slope، هاي قلناها مو قلنا y تساوي a زائد bx، فال significance مال البيتا أو البي أو slope هاي او يسموه coefficient of regression. يعني البي هذا اللي ثلاث اسامي هذا البي نسميه بيتا، نسميه سلوب، ونسميه الريجريشن كوفيشنت. هاي السيجنيفيكانس مالتها بشنو نسوي لها تيست؟ نسوي لها تيست بالتي تيست. اما مال الاوفر اول ريجريشن السيجنيفيكانس مالته بشنو نقيسه؟ بالانوفا. فيعني احنا نستخدم انوفا اذا عندنا اوفر اول ريجريشن نريد نشوف السيجنيفيكانس مالته، واذا نريد نشوف السيجنيفيكانس مال البيتا او اسمها الاخر ريجريشن كوفيشنت بنشوفها عن طريق التي تيست. هاي يعني قلت لكم make no sense بدون تاسكات. هذا نفس المثال 25 شخص اللي هم هايبرتنسيف دخلناهم بالاس بي اس اس. شوفوا هاي كل شخص الا نقطتين، نقطة على الاكس ونقطة على الواي ومتمثلات بدون